السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنضف بقى معاكم الدواسة بتاعتي دي. انا سبتها لحد ما اتوسخت واتبهدلت خالص، شايفين شكلها بقى عامل ازاي، وقلت هنضفها معاكم بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة وحاجة سحرية مش محدش متوقعها ابدا. وهوريكم برضو التجربة بتاعتي فيها، ونشوف بقى ايه هتنفع ولا مش هتنفع وكده. يعني يلا بينا بقى يا بنات مع بعض نبدأ الخطوات بتاعتنا، نشوف هنعمل ايه. طبعا يا بنات، انا اول حاجة عندي هنا دي المشاية بتاعتي، الدواسة بتاعتي، هاخدها واقلب عليها مية. خليكم بقى معايا، هقلب المية وارجع لكم. دلوقتي كده بقى يا بنات انا بليت السجادة بتاعتي، شايفين كده المية عاملة ازاي فيها. عندي بقى هنا دي كده، يعني ايه، اي حاجة تكون عندي فاضية هحط فيها شوية مية. وعندي كمان هنا دي بقى اللهلوبة، دي انا بحب اغسل بيها بصراحة. يعني بصوا كده، دي بتنظف السجاد. دي بتعمل ايه بقى؟ للارضيات والسيراميك والادوات المنزلية، الادوات المائدة اللي هي المعالق والشوك والاطباق والجو ده، وللحمامات والغسيل اليدوي والاسطح البوتاجاز والسجاد والموكيت. دي بقى المفروض ان هي معلقة على لتر. انا طبعا حاطة حبة صغيرين، احط بس كده ايه، اقلبها بس كويس اهي، بسم الله، وراح اخده معلقه منها. معلقه منها هتكفي السجاده وزياده بصراحه. بصوا دي انا بحطها يا بنات مع الغسيل، وبحطها كمان مع بتاع ده، بحطها في الغسيل واسيق بيها. ويعني ايه، زي ما انتم عارفين، زي ما قلت لكم بقى الحاجات اللي موجوده في كمان الناحيه التانية هنا، مكتوب فيها حاجات تانية كتير. وهي اللهلوبه دي يعني ايه، حاجه يعني بالنسبه لي حاجه سحريه، بتنظف بدرجه يعني رهيبه بصراحه. بصوا انا قلبتها كده اهو في دي، هبدأ بقى ايه اشيلها. طبعا المفروض ان انا اسيب السجادة بتاعتي تدوب شوية، وبعد كده هقلب بقى عليها هنا اهو، شايفين كده، بسم الله. بصوا بقى دي الليفة بتاعت المواعين، بس مش الليفة العادية، لا دي ليفة من هي ايه، ماسكة نفسها شوية، يعني حاجة محترمة شوية. همسكها بقى وابدأ كده بسم الله، وابدأ ألعج بيها السجادة، شايفين كده. ما اقولكوش بقى يا بنات على الريحة، الريحة جميلة جدا بصراحة، ريحتها تحفة. يعني انا كنت بتعب جدا من الفرشه، لان الفرشه كانت بتعمل لي يعني ايه، كانت بتوجع لي ايدي جدا، لكن دي حاجه بسيطه كده وبتنظف في نفس الوقت. طبعا احنا العيد داخل بقى يا بنات، وكلنا محتاجين ننظف، العيد داخل طبعا، وكلنا محتاجين بقى للتنظيف وكده، ونظبط بقى ونرتب بيتنا، ويعني ونرجع بقى لجولة النظافة من اول وجديد بتاعة العيد الصغير. شايفين بقى كده يا بنات، بصوا حتى لو فيها اي حاجة تلاقيها بتطلع اهي، يعني رغم ان انا بغسلها بدي، بس هي ايه بتطلع. بس يا بنت لو فيها اي، يعني بصوا ولادي حابين اول المنظر وعمالين ينضفوا معايا، بصوا لو فيها اي حاجة بتطلع برضو بتنضف. يعني انا بصوا عامله لكم الفيديو كله قدامكم عشان تبقوا شايفين، عشان ايه يعني مفيش حاجة تحت الترابيزة زي ما نقول، وفي نفس الوقت عشان كلنا نتشجع. يا بنات الفرشة كانت فعلا، بس يا ميدو، بس يا ميدو، الفرشة كانت فعلا بتوجعني ايدي، و يعني ايه، وكنت بتعب منها، كان الأجزاء دي كده في ايدي كانت بتوجعني منها، لكن دي والحتة دي كمان كده، لكن دي بصراحة لا ما بتوجعش الايد. وهنشوف برضو هتوجع ازاي، انا موريها لكم يعني قدامكم الغسيل كله،
يعني غسلة السجادة قدامكم كلها عشان محدش يقول ايه لا دي ما غسلتش بيها او بتقول كده وخلاص. لا هغسلها قدامكم اهي وهوريكم بقى هتبقى شكلها عامل ازاي وبمنتهى الصدق والامانة كلكم هتشوفوها. ويلا بقى يا بنات يعني كل واحدة فيكم وانت وهي وانت تشجع وتشوف اللي وراها ايه وتعمله، بلاش كسل كله يلا ينفض للكسل شوية، نبدأ بقى نتشجع ونشوف اللي ورانا وننظف بيتنا عشان يبقى البيت كده ايه يدينا طاقة ايجابية. اديني غسلتها اهي وخلصتها، يلا بينا بقى نشطفها وارجع اوريكم بقى شكلها هيبقى عامل ازاي بعد ما شطفناها. ماشي ما اقولكوش بقى على الريحه، صراحه اللهلوبه دي ريحتها تحفه، هي بريحه الورد وهي ريحتها جميله جدا فعلا. هبدا بقى ان انا اقلب ميه عليها كده اهو، هقلب بس ميه واخلص واوريها لكم، خليكم بقى معانا. دلوقتي بقى يا بنات انا شطفت المشايه بتاعتي كده الدوسه بتاعتي، بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، هقول لكم بقى تجربتي فيها. بصراحه البتاعه دي بتنضف كويس جدا، وفي نفس الوقت يا بنات بصوا بتحتفظ بالرغوه، يعني كل الرغوه اللي كانت فيها لسه زي ما هي، بتحتفظ بالرغوه احسن من الفرشه. الفرشه ما ب... يعني ايه ما بتحتفظش بالرغوه قد كده، لكن دي بتحتفظ بالرغوه. بصوا لسه فيها صابون لحد دلوقتي بتنظف، وهي ما بتشيلش يعني لو في شعر ولا حاجه ما بتشيلهوش، لكن لو في حاجه في البتاع نفسها بتشيله، في السجاده نفسها بتشيله، لكن الشعر ما بيتشالش منها. دي بقى يا بنات كانت تجربتي، ويا رب تعجبكم، واتمنى ان انتوا كلكم تجربوها وتشوفوا طريقتي ويعني ايه وتريحكم وتستفادوا بيها. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير.